كثيرا من الناس وخصوصا أصحاب القرار بشأنها من المسؤولين لا يعرفون أو يتجاهلون ما لها من تأثير على المجتمع، فلا يضعونها في أولوياتهم ولا يهتمون بها ولا بمضامينها، علما بأنها ذات تأثير كبير على المجتمع، لا بل وتقوده في أحيان كثيرة لتكون موجهة للرأي العام لكل ما تطرحه من أفكار وآراء، سواء كانت هذه الأفكار سلبية أو إيجابية. وأكبر دليل على هذا ما تمارسه هوليوود منذ عقود بأفلامها المسيطر عليها صهيونيا، والتي تتبنى وجهة النظر الإسرائيلية في نظرتها للقضية الفلسطينية، وكذلك سائر وسائل الإعلام المسيطرة عليها من قبلها أيضا. وعلى هذا رأيت أن أستغل ورقتي هذه بالحديث عن القنوات الفضائية العربية والمحتوى الذي تقدمه، ومدى تأثير هذا المحتوى على المجتمع العربي عامة والمجتمع الأردني على وجه الخصوص، خاصة ما يتعلق منه بالعنف المجتمعي والسلوك الاجتماعي الوافد على ثقافتنا، الدراما التركية مثلا، ومدى ما تخلفه من تفكيك لأركان وسلوكيات مجتمعنا العربي. الفضائيات قلبت الموازين، لا بل قلبت الدنيا بموازينها، وليس في هذا القول مغالاة أو مبالغة على الإطلاق، كونها ألغت شقة البعد وأحضرت المكان إلى أي مكان من أي مكان، وهي لذلك نوافذ مشرعة على الثقافات من شتى بقاع الأرض لمثيلاتها فيها، بحيث تخطت الحدود وتجاوزتها. من هنا يتحتم علينا أن لا نقلل من شأن ما يعرض عليها من أعمال درامية وبرامج، والأعمال الدرامية هي أول ما يجب الالتفات إليه والاعتناء به من منطلق أنها تشد المشاهد لكونه يجد فيها ضالته في متابعة حدوثة ما للمتعة أو التسلية أو لمساسها لركن من أركان حياته وتجاربه الشخصية. والجمهور مع تعدد القنوات الفضائية أصبح انتقائيا بامتياز، يعزف عن كل ما لا يعجبه دون أي وازع إلا الرغبة الخاصة في مشاهدة ما يريده وما ينتهه ويفيده تبعا لثقافته وبيئته. هذا المدخل يقودنا إلى الغاية المنشودة من هذه الورقة، وعنوانها القنوات الفضائية العربية وماذا تقدم للمشاهد العربي، وهو السؤال نفسه الذي رددناه ولازلنا منذ اشتغالنا في المسرح: هل نقدم للجمهور ما يريده أم ما يحتاجه؟ هل يقوم الإنتاج التلفزيوني بتحقيق غاية المتعة والفائدة والتعليم للمتلقي، أم أنه يقدم له مادة لقتل الوقت فقط وللتسلية دون ما هدف محدد مقصود؟ هل نقترب من مشكلته وهمومه ومتاعبه اليومية التي يعاني منها سواء مع نفسه أو مع السلطة؟ أم أن علينا أن لا نقترب لا من هذا ولا من ذاك؟ مجموعة من الأسئلة قد تبدو همومية أو مطروقة، ولكنها مع هذا تشكل لب المسألة. قبل ظهور القنوات الفضائية العربية كان الاعتماد على القنوات الأرضية المملوكة في غالبيتها للحكومات، وتسيدت واحتكرت خدمة البث التلفزيوني في دولها ضمن توجهات وخطط وبرامج حكومة كانت تضعها الحكومات في الدين والسياسة والاقتصاد والرياضة والفن، ولا تبث أو تعرض إلا المادة التي توافق عليها السلطة في كل بلد، الأمر الذي كان يعظم من دور أجهزة الرقابة، فلا يمر أي عمل درامي أو برنامج أو نشرة أخبار إلا من خلال هيئات الرقابة. وهذا أدى إلى ظهور الأعمال القطرية بضم القاف بلهجاتها المحلية الدارجة فيها، وتفاوتت مستويات هذه الأعمال بتفاوت مقدرة دولها
في تقديم منجزها الثقافي والفني ونشره عن طريق البيع أو التبادل الثقافي ضمن الاتفاقيات الدولية فيما بينها من خلال الجامعة العربية مثلا أو منظماتها ذات العلاقة أو بين الدول فيما بعد. لكن التقدم العلمي المهم والسريع وثورة الاتصالات والأقمار الصناعية أدى إلى ظهور وانتشار القنوات الفضائية بسرعة كبيرة أذهلت الدول والقائمين على الإعلام فيها، فأنشأت كل دولة محطة فضائية تبث من إلى جانب محطتها الأرضية، لكن مداها يصل إلى أبعد من حدود هذه الدولة، فصار لزاما أن تتغير نوعية البرامج التي تقدمها تبعا للتغير المتلقي الذي أصبح يلتقط بثها بسهولة في أي مكان في العالم عن طريق امتلاكه لأجهزة ولواقع متيسرة وغير مكلفة، الأمر الذي حتم توسيع هامش الحرية في الحديث عن الآخرين خارج هذه الدولة، وتقديم برامج ذات نوعية مختلفة عن تلك التي تقدمها على محطاتها الأرضية. ولم تستطع هذه الدول طبعا التخلي تماما عن تقييد ما في هذه المحطات وربطه بشكل ما بسياسات حكوماتها، فبقيت متأخرة عن مثيلاتها في أوروبا وأمريكا حتى في تركيا الموجودة في نفس المنطقة، فاقتضت الضرورة بظهور نوع جديد من المحطات الفضائية خارج احتكارات الدول للبث الفضائي فيها، وهي المحطات شبه الخاصة أو التي اعتمدت في تمويلها إضافة إلى مساهمة الدول الغنية فيها على مساهمة أفراد ومؤسسات لا تلتزم كليا بمناهج وسياسات دول أصحابها تماما، مثل الصحف العربية التي صدرت في لندن وباريس ونيويورك وغيرها، فبثت هذه المحطات من لندن أو روما أو باريس أو موناكو وغيرها قبل تأسيس وإنشاء المدن الإعلامية العربية، واعتمدت ضوابط خاصة بها سيما وأنها كانت تبث بواسطة الأقمار الصناعية الأجنبية قبل إطلاق الأقمار الصناعية العربية أو التي اشترك فيها العرب حصصاً للبث من خلالها، ومن خلال عدد كبير من الأقمار الصناعية السابحة في فضاء هذا الكون الفسيح والتي تؤجر هذه الخدمة. رافق ذلك ثورة الاتصالات الهائلة وظهور الإنترنت وشركات الهواتف الخلوية بأنواعها مع ما رافقها من اختراعات مذهلة قلصت المسافات ويسرت الحصول على المعلومات بثوان من أي مكان في الدنيا وعن أي أمر. الأمر الذي وسع قاعدة التلقي بوجود جمهور عريض على مساحة الوطن العربي وحتى خارج الوطن العربي يطلب هذه الخدمة التي بدأت توفرها محطات فضائية متنوعة وخاصة ومملوكة بالكامل لأفراد ومؤسسات وشركات ومنظمات وأحزاب لا سلطة للدول عليها، معتمدة في تمويلها واستمرارها على العوائد المالية المتأتية من الإعلانات التجارية الترويجية فيها والاتصالات، مما خلق حالة التنافس الشرس بين هذه المحطات، الهدف الأساس من جذب المواطن العربي أينما كان والوصول إليه بشتى الوسائل والطرق ببرامج وأفكار مستنبطة من واقعه المرير أو عن طريق برامج أجنبية مشترى تقوم المحطات الفضائية العربية بعمل نسخ عربية مشوهة عنها. بناء على هذا انتشرت القنوات الفضائية وتعددت أغراضها ونوعية برامجها وتخصصاتها في محطات إخبارية خالصة أو دينية أو اقتصادية أو سلعية ترويجية أو صناعية أو ترفيهية أو علمية أو تلك الموجهة للمرأة أو الشباب المراهق أو السياحة أو تبشيرية أو تحريضية وإلى قائمة لا تنتهي من الغايات. كما ظهرت أيضا محطات اعتمدت على شراكة خاصة مع محطات أجنبية ذات باع طويل في تخصصها مثل المحطات البريطانية والأمريكية والفرنسية، وأصبح مقدمو ومقدمات برامجها من النجوم المشهورين في عالمنا العربي
إذا جاز وصفه بهذا الوصف حتى الآن. الأمر الذي رفع عدد هذه المحطات من عدد محدود إلى عدد يصعب حصره وتعداده. كل هذه الخيارات أصبحت متاحة وبسهولة للمشاهد العربي دون ما رقيب عليه، اللهم إلا ذاته هو وما يريده هو ويبحث عنه أو يفرض عليه وعلى عائلته من خلال ما يعرف بالسائد المجتمعي والذي تطرفه ثقافة المجتمع الذي يعيش فيه. تبعا لهذا تراجعت الدراما التلفزيونية العربية لصالح البرامج الإخبارية وبرامج الجماعات الدينية والسلفية وبرامج الواقع وبرامج الجذب الجوائزي عن طريق تقديم جوائز مجزية وحوافز مادية مغرية، بعضها صحيح وقائم وفيه مصداقية يستفيد منه عدد محدود من المحظوظين، وبعضها الآخر غير ذلك هدفها خداع المشاهد والاستحواذ عليه بوضعه في دائرة الوهم والتخيل والأمل بالربح السريع واستغلاله إلى أقصى درجة عن طريق الاتصالات وأثمان المكالمات التي أخذت ألف شكل ولون لجذبه والتغرير به وإيقاعه في مصيدة الآمال والوعود الكاذبة. أقول تراجعت الدراما التلفزيونية العربية لصالح كل هذا الخراب وانحصرت لا بل تقوقعت لتقدم وضمن معايير منافسات محمومة في شهر رمضان الذي أصبح بفعل هذه المحطات شهر وموسم الدراما التلفزيونية بامتياز، وغاب إنتاجها باقي العام بحيث لا يستطيع المشاهد مهما بلغ من رغبة في متابعة كل إنتاجات هذه المحطات التي وضعتها في سلة شهر رمضان للاستحواذ على المشاهد وجذبه، الأمر الذي حسن نوعية الإنتاج وضخامته والصرف عليه، وهو أمر إيجابي على ما يبدو في انعكاساته على مستوى هذه الدراما، بحيث أن الدراما الجيدة المصروف عليها بحرفية عالية باتت تطرد الدراما السيئة المسبوقة. وهذا أيضا قادنا إلى دراما غير بريئة يقوم بالصرف عليها مصادر تمويل هدفها تمرير عدد من المفاهيم والعادات والأفكار المباشرة وغير المباشرة، والتي تستهدف قيم مجتمعنا العربي ومعتقداته وأفكاره والشك في تاريخه وما يريد له الآخر أن يكون عليه، سواء في الدراما التاريخية أو البدوية أو الاجتماعية المعاصرة أو الدراما المدبلجة التركية أو المكسيكية وغيرها، والتي تطرح في الغالب كل ما هو غريب عن مجتمعنا، لا بل وفي أحيان كثيرة لزعزعة في هذا المجتمع بين مناد بالانفتاح على الآخر أو الانغلاق على الذات ضمن أجندات خاصة بكل محطة تبعا لجهات تمويلها أو الجهة التي تقف وراءها. ففي حين تصف محطة ضحايا العدوان الإسرائيلي في فلسطين أو الأمريكي في العراق أو في اليمن أو في ليبيا أو في مكان في الوطن العربي وغيرها بالشهداء، تصفهم الأخرى في نفس الخبر بالقتل. وأصبحنا نرى مسلسلات درامية تنتجها محطة ما بوجهة مناظر نفسها تنتجها محطة أخرى وعن نفس الحقبة أو الشخصية بوجهة نظر مختلفة. والأمثلة على هذا عديدة إذا سألتوني عنها. مثلا قدمت العديد من المسلسلات مثل مسلسل امرؤ القيس. امرؤ القيس قصته ببساطة هو ملك عربي فقد ملكه، ذهب لملك الروم ليطلب منه أن يستعيد له ملكه. إذا أخذنا هذه المقولة ووضعناها على ما جرى في حفر الباطن نرى أن المسألة مخطط لها وهي ومقصود أن تكون. أيضا هناك فيلم مسلسل عمل عن هولاكو الذي دمر بغداد، وهولاكو الذي دمر بغداد عرض قبل تدمير بغداد بثلاثة أشهر على ما أعتقد حتى نتقبل نحن كمشاهدين عرب مسألة أن بغداد تدمر ويستولى عليها. أيضا الحجاج والاقتتال السني الشيعي وملوك الطوائف في ظهور الأمازيغية والمطالبة بالأمازيغية وما شابه ذلك،
أمثلة كثيرة في غالبها ذات أجندات خاصة تصرف عليها الملايين وتتم بنا كأدوات، إحنا نكون فيها أدوات وإحنا نقدمها لمشاهدنا. إذن نحن نعيش في عالم معقد متعدد الولاءات، ولكل فئة أو جهة منبر فضائي يشاهده المواطن العربي بالقدر الذي يستحوذ عليه ويجذبه ويناسب ثقافته وبيئته وأفكاره، أو ينخدع به ويجره لما يريد ضمن أجندته الخاصة ومحدداته التي يريد، فهل من أمل ولا عمل؟ أما الدراما الأردنية والتي أصبحت هذه الأيام أثراً بعد عين، فقد كان من المقدر لها أن تساعد في البناء والإصلاح وتلمس هموم المجتمع الذي أوشك أو كاد أن ينفرط عنه نتيجة الإهمال المقصود والممنهج لها، بحيث لا نكاد نشهد عملاً ذو قيمة يعرض على شاشتنا الوطنية ويقوم به نفر من فنانينا الذين باتوا بلا عمل حتى نسيهم الناس، وهم الذين كانت لهم الكلمة الأولى في كافة المحطات العربية، إلا أنهم غابوا أو غيبوا عن شاشات الوطن العربي وعن الشاشة الأردنية على وجه الخصوص، الأمر الذي دفع بالكثير منهم لما يشبه الهجرة إلى جهات إنتاجية أخرى في الوطن العربي للظهور في أعمالهم والمشاركة فيها. مجتمعنا هذه الأيام أحوج ما يكون للدراما للمساهمة في مسيرته وفيما يسمى بمسيرة الإصلاح لكل جنوب الخلل الموجودة فيه، وهي الأقدر على ذلك أكثر من كافة المنابر الأخرى، الأمر الذي يحتم علينا إعادة ما فقدناه من بنيتها التحتية التي اندثرت من فنيين وفنانين كان لهم الدور الفعال في انتشار الدراما في الوطن، في الأردن والوطن العربي بكل مقدراته السياحية والعلاجية والاقتصادية والاجتماعية. فهل من مجيب؟ لا أعتقد حتى هذه اللحظة، ولنا في الأسئلة والإجابات المزيد من هذا الموضوع، وشكرا لكم. شكرا للفنان محمد توفيق الطباني على هذا الإثراء وعلى هذا التحليل لأثر الدراما في المجتمع البشري وتأثير المحطات الفضائية التي لا تحصى ولا تعد، بحيث أنها حطمت المقولة التي تقول أن العالم قرية صغيرة، بل أقول أن العالم قطعة صغيرة تحملها في جيبك، وهنا تأتي الخطورة، وخصوصا على الجيل الصاعد وعلى أطفالنا، وخصوصا من كان منهم على مقاعد الدراسة. لكن أقول أنه نحن نحمل من ثوابتنا الدينية والاجتماعية والقيمية ما يمكن أن نجابه به هذه الهجمة الجديدة، إنما لا أقول بالتطرف إلى الثوابت القديمة والسلفية، ولا أقول بالتطرف إلى الهجوم لكل ما يأتي من الغرب، فإنما هي الوسطية، وكما كنا نتناقش قبل قليل أن الفضيلة هي وسط بين رجلتين.